حضراتكم الحسن عاصم اخصائي اجتماعي بمدرسه الشهيد عمرو الوهنديه الرسميه المتميزه للغات. هكون مع حضراتكم في الفيديو ده بنتكلم عن اساليب التربيه الايجابيه والاساليب الحديثه في التربيه والتعامل مع اطفالنا في المراحل السنيه. قبل ما ندخل على الخصائص والسمات اللي بتميز المراحل السنيه للاطفال، نسال سؤال مهم، هو مرحله الطفوله اهميتها ايه في التربيه عند الاطفال وتاثير المرحله دي في نموهم وتفاعلهم الشخصي. العلماء اكدوا على انه الخمس سنوات الاولى في حياه الطفل هم اهم خمس سنوات بيتكون فيهم شخصيته ووعيه عن نفسه وذاته وعن المجتمع وعن البيئه اللي حواليه. رقم اتنين انه قدره الدماغ بتنمو عن وتصل الى 80% من نموها عند سن 3 سنوات وتصل الى 90% عند سن 5 سنوات. اذا القدره بتاعت الدماغ اللي هي التفكير والادراك والخلايا المخ وما الى ذلك هي بتنمو في الخمس سنوات الاولى. فاحنا كنا بنعمل تاثير ايجابي ولا تاثير سلبي في وقت مرحله النمو دي والمرحله الاصليه والمرحله الاولى المهمه في حياه الطفل ولا لا؟ من السمات المهمه اللي بيبدا تبقى واضحه وظاهره عند الاطفال في سن من 3 سنوات لسن 5 سنوات هي الحركه الكتير والنشاط الزائد وفكره انه الطفل بيتحرك وبيكتشف وبينطلق وبيحاول يتعرف على البيئة المحيطة اللي حواليه. لكل ولي أمر ولكل أب ولكل أم دي سمة من ضمن سمات طفوله، هو بيحب يلعب وبيحب ينطلق بيحب يجرب البيئة اللي حواليه بيحب يشوف هو فيها إيه، فبالتالي هيعمل ده إزاي عن طريق غير عن طريق إنه يتحرك ويكتشف ده ويتعامل مع اللي حواليه بطريقة إنه يشوف كمان ردود الأفعال اللي حواليه عن أسلوب لعبه وتفاعله مع الناس بره. فالحركة والتنطيط ودي من ضمن السمات، لكن في ناس بتعمل خلط ما بين فرط الحركة والهايبر اكتيفيتي ده وتشتت الانتباه وما بين الطفل الحركي، هو في فرق كتير وفي فرق شاسع، وان فرط الحركة ده بيبقى اضطراب عند الاطفال اللي هم بتبقى عندهم مشاكل كده ومش اي حد يشخصها، لازم يبقى فيه اطباء واخصائيين وناس متخصصة وفاهمة ازاي يشخص فرط الحركة. لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن السمات العامة اللي بتظهر عند كل الأطفال في المرحلة السنية دي، هي إنه الطفل بيتحرك وبينطلق وبيحب يكتشف ومش بيستقر في مكان ثابت كده وبيقعد فيه. لكن للأسف احنا دلوقتي بنشوف في عصر التكنولوجيا إنه الأطفال دلوقتي بتفضل، يعني هي دي كارثة بنشوفها، يعني إنه في عز مرحلة نمو اللي هو الحرف هو قاعد على الموبايل بالساعة والساعتين والأكثر من كده كمان في مرحلة من أدق مرحلة نموه الحركي والجسماني والعقلي، بنمسك الموبايل وبنبدأ نقعد عليه بساعات ونلعب ألعاب إحنا مش فاهمين أبعادها وخطورتها على نموهم بيبقى عاملة إزاي. مجرد إنه ابني قاعد ساكت فخلاص يبقى كده هو مؤدب وهو كويس وخلاص إحنا كده مريحين دماغنا. طيب هو الطفل الحركي احنا المفروض نعمل له ايه علشان نستثمر السمة او الميزة دي عنده؟ لو بنقدر في ظروف يكون احسن من كده نقدر نوفر انشطة داخل المنزل، انشطة حركية بطريقة معينة، لو فيما بعد لما تكون في امكانية ده نلعب العاب جماعية ونتعلم التعاون واللعب داخل فريق، نعمل ألعاب بسيطة يستثمر فيها الحركة بتاعته وطلع فيها تفريغ النشاط بتاعه. لكن هو مهم جدا أن ولي الأمر والأب الأباء والأمهات يكون عندهم وعي أنه السن ده سن الحركة وسن التنطيط وسن اللعب وسن أنه هو يطلع الإمكانيات اللي جوه دي عشان يكتشف البيئة المحيطة حواليه. وبكده نكون انتهينا من اول سمه من سمات وخصائص مرحله الطفوله. تابعونا ان شاء الله عشان نكمل سلسله اعرف ابنك خصائص واحتياجات. السلام عليكم.